بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا إخوانا معدنا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 تحت رعاية موقع وقف النظام كوم. درسنا النهاردة استكمالا برضو لدروس إف، هناخد النهاردة اللوجيكال أوبريتورز. اللوجيكال أوبريتورز لا تستخدم فقط مع إف، وكذلك برضو الدرس السابق أو اللي فات لو ريليشنال أوبريتورز ما بيستخدمش فقط مع الإف، لكن بيبان استخدامهم اكتر واكثر استخدامهم بالفعل بيكون مع اف، لكن برضه ما نحصرش استخدامهم فقط على اف. طيب تعالوا بينا نشوف بسرعه اللوجيكال اوبريتورز. هو عباره عن اند واور واند اولسو واور ايلس ونوت. طيب الوضع محتاج تركيز شويه هنا في الدرس ده. ازاي؟ احنا كنا خدنا في إلس، اسف، في إف، في إف خدنا في إف كيفية استخدام تعدد الشروط باستخدام، خلي بالك، إف الشرط، ثم هنا بقول له قبل إند إف بقول له إيه؟ إلس إف، صح؟ وبقول له إيه؟ شرط تاني مثلا أو بيساوي إيه؟ فولس، صح؟ أخدنا ده المرة اللي فاتت، هنا إف الشرط ثم إلس إف شرط تاني. طيب في عندي بقى جمل شرطية، سيبك من اف خالص هنا، جمل شرطية ازاي؟ انا اقول له dim الاكس از بولين بيساوي ترو، يبقى انا كده عندي متغير نوعه بولين بيساوي ها ترو. بس في مشكلة في كده؟ مفيش اي مشكلة خالص. طيب خلي بالك بقى، هنا هقول له ايه؟ او بلاش هنا بيساوي ترو، هقول له هنا اكس بيساوي فولس او ترو. في مشكلة في كده؟ لا مفيش مشكلة في كده. بس خلي بالك، هل ممكن هنا انا اديت له القيمة ترو مباشرة، هل ممكن هو يستنتج القيمة؟ خلي بالك يستنتج القيمة غير مباشرة. ازاي؟ هقول له ايه؟ لو الخمسة اكبر من اربعة. ايه ده؟ مش فاهم. انا بقول له الاكس قيمه بولين، قيمه منطقيه، لا اما ترو او فولس، تمام، بيساوي خمسه. طب الخمسه اكبر من اربعه، ها ترو. طب تعالى نطبعها، اقول له اف اكس بيساوي ترو زين كونسول دوت رايت لاين، اطبع لي ايه؟ X is true. اطبع. ها؟ قال لك X is true. ليه؟ لأن بالفعل الخمسة أكبر من أربعة. طيب، هل الخمسة أقل من أربعة؟ ها؟ لا. فبالتالي جه هنا، هو تلقائي ده اتخزن في الذاكرة false. ليه؟ الخمسة أقل من أربعة؟ لا. الخمسة عمرها ما كانت أقل من أربعة. تمام؟ بالمنطق العددية إن الخمسة عمرها أقل من إيه؟ من أربعة. طيب. يبقى اكس اتخزنت في الذاكره بفولس لان الشرط ده ما اتحققش، تمام. فهل الفولس بيساوي ترو؟ لا. فبالتالي ما طبعلكش الايه؟ الجمله. طيب تمام، يبقى احنا كده عرفنا ان احنا ممكن نخزن في قيمه زي دي. طيب تمام، خلي بالك بقى، بفرض ان انا عايز استخدم بقى كلمه ايه، ناخد اول حاجه اند مهمتها إضافة شرط جديد واجب تحققه. سيبك من البرمجة، سيبك من كل شيء خالص، سيبك خالص من الكلام ده كله. أنا هديك مثال. تمام؟ أب قال لابنه لو أنت جيت، أو مثلا لو أنت كتبت الواجب، يبقى ده الحاجة الأولى، ونظفت أسنانك، دي الحاجة التانية، و اند يعني نمت بدري، تمام، هديك مصروف كذا. امتى يديله مصروف كذا؟ ها،
لو الشرط ده تحقق تمام، لو هو عمل واجباته مثلا، ولو نظف اسنانه، ولو نام بدري. طيب عمل ده وده وما عملش ده، هل يستحق ده؟ لا مش هيستحق ده. ليه مش هيستحق ده؟ لان والده قال له باللفظ، قال له تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يبقى هنا مش بين هو الطفل مش بين التخيير بالخاء من الايه، من الاختيارات. لا هو مش بين التخيير، لا هو دلوقتي بين الاضطرار، مضطر يعمل ده وده وده علشان يفوز على ده. عمل ده وما عملش الاثنين، ها مش هيفوز. عمل ده وده وما عملش ده مش هياخد ده. طب عمل امتى ياخد ده؟ في حالة واحدة فقط، اذا عمل كل الشروط اللي هنا، سواء كانوا 2 1 100 مليون. كذلك هنا اند، كذلك هنا خلي بالك اند، نمسح كل ده تمام. سيبك برضو من المثال ده اهو، انا عندي هنا اكس، خليها مثلا ايه يساوي مثلا بايت بيساوي 6، وعندي هنا الواي اهو، الواي بيساوي 7، وعندي هنا ديم مثلا ايه الزد بيساوي اس بايت بيساوي 8 او 80. يلا مش مشكلة، خلي بالك انا هنا ممكن اقول له ايه، هقول له لو، خلي بالك اف، ها وعندي هنا ديم الايه بيساوي 3، خلاص هي نوعها اوبجكت. عرفت منين؟ ما انا ما اديتلاش حاجه، ما حطلاش حاجه يبقى اوبجكت. خلاص خلينا اس بايت عشان الذاكره نبقى متعودين. خلي بالك اقول له ايه زين، هنا الشرط اقول له لو الاكس اكبر من الاي، خلي بالك هنا اقول له اند و، ها اول ما اقول له اند هضيف شرط جديد واجب تحققه. اند، اند ايه؟ الواي اكبر من الاي، اند ها اند ايه؟ الزد اكبر من الاي، ممكن تكتب قوس ممكن ما تكتبش عادي، اند الزد اكبر من الاي من الاي. طيب هو هيشوف في الاخر لو الشروط الثلاثه دول تحققوا يبقى تكتب في الاخر ايه، از ايه از ذا ايه ذا سمول او ذا ايه ذا ليس نمبر، الايه اقل نمبر فيه. تاني يبقى احنا بنستخدم اند، بنستخدمها في حاله اضافه شرط واجب تحققه. يبقى البرنامج هيشوف الاي والاكس اكبر من الاي والواي اكبر من الاي والزد اكبر من الاي. انا حطيت لك هنا اقواس عشان ايه ما تكونش الاقواس هي الاسطمبه واحط لك في القالب ده، لا ممكن نعمل كده وممكن نعمل كده تمام. طيب نرجع لموضوعنا، لازم الثلاث شروط ده وده وده يتحققوا عشان تطلع الجمله دي. ما تحققوش بس، او واحد فيهم ما تحققش. انا قلت لك لو سمحت هتيجي السبت والحد والاثنين تمام هديك المكافاه بتاعتك. جيت السبت والحد ما جيتش الاثنين مش هديك شيء. جيت السبت او جيت يومين وما جيتش الثالث مش هديك شيء. جيت يوم واحد مش هديك شيء. امتى يتحقق؟ في حاله تحقق كل الشروط، في حاله تحقق كل الشروط. دي مهمه اند، مهمه اند اللي لازم الشروط كلها تتحقق صارمه حازمه تمام. كل الشروط ايه تتحقق عشان الشرط ايه يتحقق. تعالى نشوف نجرب برنامجنا اهو، هيقول لك ايه، ها از از ليست نمبر. ليه؟ لان هل الاكس 6 اكبر من ال 3 السبعة اكبر من ال 3 ال 80 اكبر من 3 طيب خلي هنا قول له ايه، خلي ده مثلا خلي ده 70 وخلي ده ايه 6 وخلي ده مثلا 8. هيجي هل الاكس اكبر او بلاش برضه عشان ايه
خلي ده في الاخر، خلي بالك. هل الزد 80 اكبر من 8؟ اه. طيب اللي بعده، خلي بالك كلمه اللي بعده مش واقف على الاول ترو او فولس، ترو ترو ماشي. شوف اللي بعده برضو يتاكد. هل الواي 70 اكبر من الـ الاي اللي هي 8؟ ترو. كمل اللي بعده. هل الاكس اكبر من الايه؟ ها الاكس اللي هي 6 اكبر من 8؟ لا مش هيتحقق يا عم. ازاي ده في اتنين اتحققوا؟ لا انا هنا اند الزاميه للكل، لاحظ مفيش حاجه تتنفس. اند الزاميه للكل، واحد فشل الباقي فشلوا، شرط ما تحققش، كل الشروط ما تتحققش. طيب دي كده مهمه ايه؟ اند. فهمناها اهي، عملت شرط وعملت شرط، لازم كل الشروط ده عشان تضيف الشرط ده، وده تضيف عشان تضيف الشرط ده، لازم كل الشروط تتحقق، كل دول يوصلوا بترو عشان ده ايه يحصل. طيب واحد يقول لي ايه ده؟ طب ما احنا يا عم الحاج احنا كنا ممكن نعمل ايه هنا كلمه ايه؟ إلس اف. لا إلس اف هنا تختلف. إلس اف انت بتضيف شرط جديد مش شرط يتحقق، اصل لو ما حققش ده يبقى ده يتحقق، لكن هنا انت عايز تحقق من الثلاثه كلها مثلا، او بلاش دلوقتي هتبان دلوقتي مع الامثله. خلي بالك في فرق بين إلس اف، انت هنا بتضيف شرط جديد، وبين هنا افرض انت عايز تحط شرطين مع بعض، عايز تحط شرطين مع بعض عشان تنفذ حاجه معينه، اتنين تتاكد من حاجتين، تمام؟ فمش هستخدم اف والس اف، يختلف. طيب تمام، مش هاخد اور، لا مش هاخد اور دلوقتي، هاخد اند اولسو. ايه الفرق بين اند واند اولسو؟ الفرق بسيط خالص، صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف اند افتكرها كده غبي، واند اولسو ذكيه، بس هو ده الفرق بينهم ازاي؟ تعالى جيب ده الزد وجيب ده الاكس، وتعالى فكر بالمنطق، سيبك من البرنامج هو شغال ولا مش شغال، سيبك من البرنامج هو شغال ولا ايه، ولا او البرنامج شغال ازاي، او الدوت نت هنا شغال ازاي، تعالى بالمنطق انا وانت، تمام؟ اهو انا جيت قلت لك تعالى السبت، تمام؟ وحد واتنين، تمام؟ هنرمز بالثلاثه دول ايه؟ اهو كده، تعالى السبت والحد والاثنين. طيب انت ما جيتش السبت، انا قايل لك خلي بالك هنا انا في قاعده و، قاعده اند و، سبت حد واثنين. طب انت ما جيتش السبت، هل هشوفك جيت الاثنين ولا لا؟ اسف، هشوفك جيت الحد ولا لا؟ لا خلاص، ما هو انت اساسا ما جيتش السبت، يبقى انت كده كده حتى لو جيت الحد والاثنين ما يهمنيش، لان انا مش هديك المكافاه، لان انت ما يعني قلت لك تعالى ده وده وده، ما جيتش اول يوم خلاص مش هتابعك تاني يوم ولا تالت يوم، انت ما جيتش اصلا اول يوم، تمام؟ اند ما بتعملش كده، لا بتفضل تراقب. اند غبيه عشان كده. ايه اللي حصل؟ تعالى شوف هنا، هل الاكس الست اكبر من الثمانية؟ ها فولس، يعني معنى كده حتى لو الشروط دي ترو وترو، ها النتيجه الاخيره هتطلع فولس، لان واحد فيهم فشل اللي هو ده، ده فشل تمام، وده ايه نجح وده نجح، فبالتالي النتيجه النهائيه فشل، النتيجه النهائيه فشلت بفشل واحد منهم، شرط واحد ما تحققش بيضيع الشروط كلها. اند ما بتعملش كده، اند حتى لو ده فشل بتروح تشوف ده وتروح تشوف ده، ها حتى لو ده فشل بتروح تشوف ده وتروح تشوف ده، هي من الاخر حاجه اسمها نوت شورت سيركتس، تمام؟ ما بتختصرش لكلاكه، تمام؟ ازاي هي شافت ده ما تحققش؟ لا برضو لسه هشوف ده وهشوف ده، ده الفرق الوحيد بين اند واند اولسو. اهو هضيف اولسو بس، هي هتطلع نفس النتيجة مش هيطلع لك شيء، لكن بيوفر، ها اللي انت عندك مثلا 15 شرط مع بعض بدل الثلاثة دول، انت عندك 15، الاول فشل، ها الاول فشل، مش هبص للاول والتاني، لا خلاص اطلع بره خلاص انجز عصر السرعة. طب الاول نجح والتاني فشل، تمام؟ مش هبص للي بعده، يعني معنى كده اول شرط ما يتحققش في اول شرط ما يتحققش في الشروط بالترتيب، ها ايه اللي بيحصل؟ خلاص ما بيدورش. لكن اند لا، حتى لو الشرط الاول ما تحققش
والتاني ما تحققش تروح تشوف التالت. شوف غبية لحد فين؟ تاني الحتة دي، تاني الحتة دي. الفرق بين and وand also. and احنا اتفقنا في قاعدة and الكبيرة ان فشل شرط واحد سواء الاول او التاني او التالت، ها؟ كله فاشل. تمام؟ شرط واحد بيساوي false، كله بيساوي false. حتى لو الباقي كله بيساوي true. يعني انت لو كاتب هنا 100 شرط، التسعة وتسعين true وواحد فيهم false، يبقى ايه؟ ها؟ كله فولس خلاص، دي منتهينا منها في منها. الفرق بقى بين اند واند اولسو ان اند حتى لو ده طلع فولس، لو طلع فولس تمام بتروح برضو تتاكد من الشرط اللي بعده. ليه؟ طب ما انت كده كده اصلا ده فولس، كده كده ده مش هينفع. واحد انت عامل مثلا متطلبات وظيفه ان اكون خريج جامعه مثلا او خريج مثلا كليه مثلا هندسه، مثلا خريج كليه هندسه وما قلش سنه عن مثلا 27 ومش متزوج، هو اساسا مش خريج كليه هندسه، لا بيروح يشوف الباقي. هي دي مهمتها. اند يا عم هو اساسا مش خريج كليه هندسه، هو الشرط الاول ما اتحققش عليه، لا نشوف الشرط الثاني والثالث، وفي الاخر هقول له ايه؟ ها مرفوض. لكن لا اند اولسو ها ما كانتش موجوده في فيجوال بيزك 2006، ها ذكيه شويه تمام، مخها مفتح تمام. هنا اند اولسو مفيش فرق بينها وبين التنفيذ، لكن في فرق بينها وبين اند في السرعه، ان هي اول ما لقت الشخص اساسا مش خريج كليه هندسه رمت له الورقه في وشه وطردته بره. بس هو ده الفرق، ان اول ما يلاقي الاكس هنا بيطلع بره هنا على طول انتهت. لكن الاند لا، الاند بيروح يشوف ده تمام، حتى لو غلط يروح يشوف ده اللي بعده ويروح يشوف ده اللي بعده. بس هو ده الفرق بين اند واند اولسو. ان شاء الله الدرس القادم ناخد ايه اور واور ايلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.